معالي الوزير، كنت عم تخبرني عن فضيحة صارت بال 2009، راحوا المخاتير إلى الدول. إيه مزبوط. شو عملوا مع المغتربين؟ راحوا المخاتير لبعض، خاصة على أستراليا، واخدين معهم يبسموهم، بسموهم ليعملوا لهم هويات، لأنه هو بده يجي لهون لنعمل له هوية. بسموهم برا، علما بأنه المختار ممنوع يشتغل خارج الدائرة تبعه. عملوا جابوا كل الوراق على وزارة الداخلية، بوزارة الداخلية عملوا لهم هويات. وتشوفي كانت العجقة قبل بيوم من الانتخابات أمام وزارة الداخلية ليأخذوا الهويات، إما لألون أو لقرايبينهم أو اللي هذه صارت يعني بدون علم وزير الداخلية. بتصير بس نعم. أنت بتعرفي بال 2009 غير هلا. شو تغير؟ إيه؟ شو تغير؟ صار في رقابة أكثر هلا. ليه؟ لأنه صار في حساسية أكثر بين الأحزاب. بالأول ما كانت هالقد موجودة. صحيح كنا مقسومين 14 و8، بس كان اللي هني ب 14 كانوا يغطوا على بعضهم، واللي كانوا ب 8 يغطوا على بعضهم، وكان اثنين مختلفين، اثنين مخالفين. بينما هلا كل حزب لوحده، وكل حزب بيخالف دغري بيقوم عليه الحزب الثاني. معالي الوزير، قد ايه ممكن هي الانتخابات المغتربين تغير او تاثر بالنتيجه بنتائج الانتخابات؟ يمكن بكره حتشوفي بتتفاجئي بالنتائج، يكون بين صوت تفضيلي وصوت تفضيلي ضمن الدائره الوحده ولطائفه معينه، يمكن يكون الفرق 10 اصوات و20 و30 صوت. اكيد كل صوت له قيمه.